اليوم كباقي المواطنين المغاربه اتواجد هنا للتعبير عن الفرحه ديالي بهذا الانجاز الدبلوماسي الكبير اللي حققته الدبلوماسيه المغربيه بقياده صاحب الجلاله، وهو انتصار للشعب المغربي. ميزه القضيه ومعركتنا لاننا نناضل ونحارب من اجل الحق والاخرون من اجل الباطل، ونصرنا الله عليهم ومازال غينصرنا، لاننا عندنا واحد السر اللي ما كيعرفوش الخصوم ديال المغرب، هو اننا العقد ديال البيعه اللي كربطنا بجلاله الملك عبر قرون من الزمن، حنا راه ماشي دوله يلاه بدات البارح، راه هادشي راه التاريخ. وحتى الاهميه الدوليه اللي كتعطات لهاد القرارات اللي اتخذت البارح كتعكس شيء واحد، هو اهميه المغرب، اهميه المغرب على المستوى المتوسطي، على في بعده الافريقي، في اهميته في ارساء السلام في الشرق الاوسط. المغرب ماشي 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 دوله بسيطه، بالعكس دوله محوريه. والسر ديالنا كما كنقول انه هو ذاك الالتحام وعقد البيعه اللي كيربط ما بين الشعب المغربي وجلاله الملك، هو تعاقد من اجل حمايه الوطن ومن اجل حمايه المله والدين. هذا ميثاق قوي عبر قرون. المغاربه داك الشيء علاش غتبقى تشوفهم دائما موحدين. الحمد لله المغرب لا خوف عليه، هذه بلاد ديال الرجال ونساء ورجال الصالحين، وغتبقى دائما في انتصار ورا انتصار، رغم الازمات رغم المشاكل كيبقى المغرب دائما موحد. وفوق الحزه كنلقاو المغاربه رجال واقفين وصامدين، وغنبقاو صامدين الى يوم الدين ان شاء الله. حنا فرحانين بهذه المناسبة ديال اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وباعتبار أنها يوم تاريخي وفوز للدبلوماسية المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وإن شاء الله مازال الإنجازات غادت تكبر في المستقبل بحول الله وقدرته، وحنا ما غاديش يعني نسامحوا في أي شبر من هذا الوطن العزيز. اليوم كنحضروا في هذه الخرجة هذه، أولا اللي كنأيدوا القرار الملكي والقرار ديال الحكومة الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة المغرب على كامل ترابه، وهو خطوة إيجابية خصوصا أن المنطقة في شمال إفريقيا كتعرف واحد التوترات كبيرة، وهذا غادي من شأنه أنه غادي يحاول أنه يثبت الموقع ديال المغرب، وأنه غادي يحاول يزيد يعطي واحد القدرة للجيش المغربي الذي يرابط في حدود الصحراء. ثانيا هو ضربة موجعة للبوليزاريو ومحتضناتها الجزائر، اللي اليوم كنشوفوا ردود الفعل الدنيئة حول سيادة المغرب على صحائه. الصحاء في مغربها والمغرب في صحائه. اليوم نتواجدوا هنايا في ساعة صراخنا، في ساعة النضال ديال درب السلطان مع المجتمع المدني، عفوا اللي كنشيلوا بهذه المبادرة الملكية السامية للملك محمد السادس نصره الله. وكان كذلك كنجيبوا بهذا القرار الأمريكي باعتراف مغربية الصحراء. وحنا ديما في النضال، وحنا ديما مع مغربية الصحراء، وعاش الملك وتحت شعار الوطن الملك. هذا الحدث اعتبره حدثا تاريخيا ليس محليا وانما عالميا، وهو اعتراف بان المغرب انتصر باعتراف بانتصار الدبلوماسيه المغربيه، يعني ان صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله اتم ما بداه الراحل حسن الثاني نصره الله. وبالنسبه للمساله ديال الاعتراف فهو كان اعتراف ديجا، لان كاين واحد الاعتراف في الوثائق التاريخيه، لان كان عندنا جذور حنا حتى في مالي في افريقيا، عندنا جذور في اوروبا الى حدود فرنسا، لان الاثار
ما تركه المغاربه في دوله اللي عندها تقريبا جايه لواحد شنقولك واحد 12 قرن ولا شي حاجه، عاد تزيد بان اثر حكم الدوله العثمانيه كان المغرب هو الذي كان مستقلا من خلال باستثناء الدول العربيه التي لان يعني الاستعمار العثماني وصل الى حدود الجزائر، وكان اذا اراد ان يحاور المغرب فانه يقول دوله الاشراف، فان هنا يعني المغرب عنده تاريخ قبل من الدوله العثمانيه، فكيف لهذه العصابه التي يسمى عصابه البوليزاريو تنادي بان لها رقعه جغرافيه وانها لها تاريخ، يعني دوله يعني عصابه لا تاريخ لها، وان عصابه مكونه من مجموعه من الاثنيات ومن الاجناس. اليوم يوم خالد في المجتمع المغربي ككل والمملكه ككل، لان هذه الوقفه هذه وهذه المسيره السلميه هذه تجسد تلاحم ديال الشعب وجلاله الملك نصره الله فيما يخص القضيه المغربيه. واليوم الحمد لله احنا جد سعداء لان العالم الكل يثمن السياسه الرشيده ديال صاحب الجلاله نصره الله، وكيبقى الشعب والدور ديالو الكبير والالتحام ديالو بالعرش والتواب الثلاث هو اللي وصلنا اليوم الحمد لله بالسلم والامان ودوله ديال التسامح وديال التآزر والتآخي مع جميع الدول وجميع القارات. المغرب اليوم اصبح نموذج يحتذى به داخل المنظومه الدوليه، وشكرا لكم.